ما بدك تنزل؟ يلا. تفضلوا، كيف فيني ساعدكم؟ صباح الخير، بدنا فاروق بيك لو سمحتي. مين بتكونوا لقلو؟ أنا ابنه، مروان كورفالي. مروان؟ أنت هو مروان؟ تفضلوا تفضلوا، فوتوا لجوا. فاروق بيك، طلع شوف مين اجى لعندك. مين انت؟ ما تذكرتك. انا مروان ابنك. بعد كل هالسنين تقابلنا ما بدك تقلي شيء؟ مروان، بس مروان لساته صغير كتير، عم يروح المدرسة الابتدائية، كتير صغير هو، بس هو ولد ذكي، ذكي كتير وبيبيض الوش. انتو ما عندكن خبر عن مرضه؟ هو من شي سنتين وضعه عم يتراجع. يعني بصراحة ما منعرف، يعني من وقت لوقت بيكون منيح، بس أغلب الوقت بيكون هيك. مروان ولد كتير ناجح، هو من قبل ما يبلش في المدرسة متجاوز مرحلة الدراسة، حتى كتير شاطر. بس الولد التاني كتير سيء، كتير سيء، سيء كتير. فاروق بيك، انت قلت ولد تاني، مين بتقصد؟ عم احكي عن إياس. إياس سيء، كتير سيء. شكرا. تفضلوا. لا شكرا. يسلموا. يعني أمه لإياس ما لا عايشة هون، ما هيك؟ لا، هي راحت من زمان كتير، يعني بالأصح هي هربت. أساساً فاروق بيك ما تزوجها للمرأة، كان هدف المرأة أنه تاخد الكنية وراحت من هون وما قدرت تاخدها، وهلأ أنا عم انتبه عليه، يعني على قد ما بيطلع بإيدي. اشرب شوية مي فاروق بيك. على مهلك عم بتكب على حالك. يسلموا اخوي يسلموا. فاضية فاضية، مروان بيك في هنيك بالدرج علبة محارب، بتلاقيها هنيك بعد اذنك. شبك؟ يلا خد اشرب شوي كمان.
يسلموا. برأيي ابني تمرك الفترة، عطول اسمك على لسانه. إسراء، يلا بالإذن. مروان، أنت منيح؟ مو منيح، مو منيح. إسراء بتعرفي أنا كم مرة تخيلت لقائي مع هذا الزلمة؟ كم مرة تخيلت هاي الساعة؟ وكم مرة تخيلت شو بدي أقول له لما أشوفه؟ كم مرة؟ بعدين ليكي حالة الزلمة لما لقيته، ما عم صدق. هو أخذ مني حتى حلمي بإني حاسبه. راح خلص، راح. وكمان مخبي صوري جوا وكأنه أنا بعني له كتير يعني. معناتها هو فخور فيك. أي افتخار إسراء، أي افتخارها. طالما بيفتخر فيني كان يتصل ولو لمرة، لو إجا شي مرة، لو إجا مرة وقال مروان ابني ليك. أنا بفتخر فيك بس لو قال هيك. بس مرة. لك ما اتصل حتى. يا ريتني ما أجيت وشفته. مروان. يلا بكل الأحوال قدرنا نعرف إنه إياس بيكون أخي، يعني طلع عنا أخ كمان. لو شو ما صار أمي ما لازم تعرف عن هالقصة، لازم نخبيها. أنا غلطت غلطة يا موسى. البنت وقفت جنبي وضلت معي كل اليوم وأنا شو عملت؟ خير شو عملت أخي؟ كل شي طلع معي وأنا معصب حكيته لإسراء. آخ منك يا مروان. شو أعمل موسى؟ شو أعمل؟ كل شي إجا فوق بعضه، ما عاد عرفت على شو أزعل ولا على شو ما أزعل، ما بعرف. لو بالأخير لما شفت أبي طلع نسياني وما عم يتذكرني، وإجا واحد وقال لي أنا أخوك وطلع مجنون رسمي، مجنون. وكمان فوق أكار لما عم تورجيني بنتي، كتير ملخبط، ما بعرف عن جد. أخي يعني معك حق أنت، بس أنك تتفشش بإسراء ما له طعم ابنه. تخبيص، إيه تخبيص، وما كان له داعي. بس تفششت فيها لأنه ولا شي من اللي أنا حكيته عم يجرحني قد جرحه فيني. يعني ليك أنا بلاقي طريقة، أنا برجع بشوف بنتي، إياس وأبي وكل المشاكل التانية بحلهم كمان وما عندي مشكلة فيهم. بس إسراء وكنان ما في حل لهم. ما في. من وقت اللي إجيت عم بيعاملني بطريقة بشعة زينه، كأنه عم ينتقم مني باللي عملته فيه بسفرتي. أنا تحملت كل الكلام اللي قال لي إياه من قبل، بس ما بستحق انه يتصرف معي بهالطريقة ابدا. كان بدي وقف جنبه بس، لك تركت كل شيء ورا ظهري وركدت وراه. بعدين اسمعي الحكي اللي قال لي بالاخير. معك حق، يعني معك حق. شو بدي اقول لك؟ معي حق طبعا،
شبك زينو شبك؟ ما في شي. لا احكي احكي اللي بدك يا قولي بقي هالبحصة. يا اسراء فكري من وجهة نظر مروان شوي، بركي ما عم يقدر يواجه يلي عم يصير، بركي ما عم يتحمل تكوني قريبة منه كتير وبعيدة عنه بنفس الوقت. تمام، معناته من اليوم ورايح هو ما عاد ياكل هم هيك شي بالمرة، لأني رح بعد عنه خلص، خلي حل مشاكله بعيد عني. خلص إسراء، مشان الله أنت مصدقة حالك شو عم تقولي؟ آه، قد ما حاولتي أنت وياه تبعدوا عن بعضكم ما رح تستفادوا، صار في بيناتكم رابط قوي بجمعكم كل العمر، وليكو هلأ نايم فوقنا. Yaz güneşi gibi hep göktesin ama akşamında bulutlar çöker. Kalbimi de ver. موسى صباح الخير. إسراء صباح النور، في شي أخبار جديدة؟ لا موسى، بس سمعت الصباح شو صار. شو بدنا نعمل يا إسراء والمدير لسه ما أجا؟ أنا ما رح أعمل شي موسى، أنتوا تصرفوا. كيف يعني؟ ما فينا بلاكي يا إسراء، بعدين أنت الشخص الوحيد اللي فيه هديه للمدير، بس يشوف الأخبار رح يجن جنانه. خليه يجن موسى، لأنه أنا ما خصني، أنا ما عاد دخلني بولا شي بيخصه لمروان، يروح يلاقي حدا تاني يتحكم له بعصبيته. هلأ بشوف. يا عيني، لنشوف شو كاتبين اليوم بالعناوين. كتير حلو. هاه ليكو صار بالصفحات الأولى، مروان كورفالي عمل مشكلة بالاحتفال. نشروا الصور اللي صورناه ياهن هداك اليوم لأنهم رح يكونوا المشهد الرئيسي بالفيلم. مزبوط إياس بيك، بعتناهن كأنهم مصورين اليوم الصبح. رجل أعمال موثوق مثله رح يفقد اعتباره عن جد. ممتاز. شو هالمروان هاد؟ حتى أنا ما توقعت نقدر نهزمه بهالسرعة. ليكي الإخبار انتشرت بالإنترنت؟ إيه حبيبتي شفتهم كلهم. كيف بيعمل هيك؟ شو عم يصير موسى؟ الكل برا نظراتهم غريبة، صار شي ما بعرفه؟ اتصلت فيك وما رديت، وشكلك ما شفت الأخبار اللي طلعت، ما هي؟ شو صار؟ أحسن شي ورجيك يا هون أخي. طلع فيني، ما بعرف مين أنت وشو مشكلتك. يعني أعطوهم هدول المشاهد للصحافة، بس مع تفصيل تاني كمان. يعني كانوا عم يحكوا كأنهم تصوروا اليوم الصبح بشركة ميليتون بعد الجائزة. بس اصحك اصحك تطلع قدام إسراء. عم يقل لي الشيطان. أخي خلي الشيطان يهدى، لأنه شفنا تصرفك وأنت معصب لوين ودانا. ماشي معك حق. ماشي، وهلا بدي إياك تروح وتدبر لي غدا مع أهم وأتقل زبون لميليتون، فهمت؟ ماشي أخي. وقال له السيد مروان بذاته رح ينضم لهالغدا، مفهوم؟ تمام، أنا رح بلش دور وبأقرب وقت بوقت. اليوم اليوم بده يصير هالغدا. تمام أخي، لكن أنا رح بلش. بس شو بدنا نعمل يعني؟ أنت شو مخطط؟ خلينا نشوف شغلنا يا موسى، كتير أهملنا هالزلمة الوسخ.
طيب ماشي، خلي يعرف مع مين عم يلعب. أنا رح بلش شغل. وين إسراء؟ هي فوق عم تشتغل بغرفتها. ايه يا جماعة. مرحبا. معلين يا هذا. إسراء، بعرف اني تماديت كتير مبارح، بس اجا كل شي فوق بعضه وتفششت فيكي. عادي مثل كل مرة يعني، هذا الشيء الوحيد اللي ما عم بيتغير. أنا آسف بصراحة، لولاكي ما كنت رحت لعند أبي ولا عرفت الحقيقة المخباية من سنين. أنا آسف، أنا عم لاقي صعوبة يا إسراء، لا تلوميني على هذا الشيء. أنا ما عم لومك، بعدين أنت معك حق، بس أنا رح سهل عليك الأمور من هلأ ورايح. أنت بتهتم بشغلك وأنا بهتم بشغلي، قد ما حطينا مسافات بيناتنا بيكون أحسن. إسراء ما تعملي هيك، أنا بعتذر منك. خدي هاد، هاد إلك إذا بتريدي. كان معك حق، أنا ما عاد لازم حط هذا الطوق أبدا. إسراء، أنت قلتي لي من قبل أنك حاولتي تفوتي على تطبيق الشركة الثانية، مو هيك؟ إيه صح. حلو، خلينا نعطي المعلومات للمحامين يمكن يفيدونا بالمحكمة. تمام، أنا بحكي معهم وبرد لك خبر، إذا ما كان في شيء تاني أنا بدي أطلع. قالوا نعم. أهلين، كيف؟ استني استني، تمام أنا جاي فورا. خير، شو صار؟ أطلس حرارته مرتفعة وفي علامات حمراء بجسمه، هلأ المربية تبعه خبرتني. تمام، اهدي شوي، هذا ولد عادي يصير هيك، تعي أنا بوصلك. يعني كيف بدي اهدى مروان؟ بعدين بروح لحالي، ما في داعي توصلني. إسراء مالك زمان جاي، لسه ما بتعرفي ولا دكتور، دكتورة إلا شاطرة رح تتم فينا. مشان أطلس. تمام. طيب ايه، كمل الشغل أنت. برافو عليك كمان مرة، عليك العافية يا حبيبي. تعي يا روحي أنت. طيب أمتى بتنزل حرارته؟ ما في داعي ترتعبي، الحرارة كتير عادية، وبظن الإحمرار لأنه متحسس من شي. رح نعمل التحاليل اللازمة ليتحسن، بس فيني قلك إنه هذا التحسس بالعادة بيكون من النبات، ممكن السبب زهرة أو شي تاني. هذا التحسس تحسس طبيعي ما تخافوا. والحمار بجسمه إمتى بيختفي؟ أنا رح أكتبلك على دواء، خلينا نمرق هاليوم وخلي حرارته تنزل ومنحكي مرة تانية. تمام، شكرا لك دكتورة. العفو، هذا واجبي. يعطيك العافية دكتور. عليه العافية. أطلس حسنت ولا؟ تعال مروان. حطه هون هون هون. إيه؟ خدي هاد. تمام تمام تمام. نام لشوف يا روحي انت. مروان خلص روح، انا بدير بالي عليه. تمام، وانت لا تخافي ابدا، هذا التحسس اللي منعرفه. ما بتتذكري مره انا تحسست مثله؟ ايه بتذكر، بس يا ريتني ضليت بالبيت، كنت عرفت ليش هيك صار معه. ما تلومي حالك، أطلس كتير محظوظ، أنت أم كتير منيحة. وأنت أب كتير منيح مروان. أنا صار لازم روح. تمام.
يسلم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.